نظمت وزارة المياه والري جولة ميدانية برفقة وزير المياه الدكتور حازم الناصر وأمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة وعدد من المعنيين بالوزارة وعدد من الصحفيين على بئر السيفية المعدنية ضمن حوض القصة المائي المكتشف في منطقة السيفية بلواء الجيزة جنوب العاصمة عمان. بئر السيفية على عمق 1200 متر تحت سطح الأرض، وهو مصدر جديد لمياه علاجية معدنية بميزات طبيعية فريدة تبلغ درجة حرارتها 77 درجة مئوية، وهي الأعلى في المملكة وقد تكون الأعلى على مستوى المنطقة، وبكميات مياه كبيرة تقدر بمئة متر مكعب في الساعة. الناصر قال إن منطقة البئر تصلح إلى أن تكون مشروعاً للسياحة العلاجية، ومتوقعاً أن تقوم الحكومة بالبحث عن طريقة للاستثمار السياحي، حيث يتميز الموقع بقربه من المناطق الحضرية وسهولة الوصول إليه. ضمن أعمال استكشافية التي تقوم بها وزارة المياه والري لاستكشاف المياه العميقة لأغراض مياه الشرب، حيث يوجد لدينا برنامج استكشاف المياه العميقة من منطقة القسطل ولغاية منطقة الحسا الشيدية، ضمن أعمال مشروع نقل مياه الحسا الشيدية إلى محافظات الجنوب ومحافظات الوسط. ومن خلال هذه العمليات تم استكشاف هذا البئر. هذا البئر تم حفره على عمق تقريبا كيلو و200 متر تحت سطح الأرض، وكانت درجة الحرارة وصلت تقريبا إلى حوالي 77 درجة مئوية. وبعد أن قمنا بإجراء التحاليل المخبرية على هذه المياه من حيث المحتوى الكيميائي والفيزيائي وغيرها من الخصائص التي تهم المياه العلاجية، تبين بأن هذه المياه هي مياه معدنية علاجية بامتياز، وقد تكون فريدة من نوعها على مستوى المنطقة. لم يسجل درجة حرارة عالية كمثل هذه الدرجة داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وتعتبر هذه المياه ذات ميزة نسبية وتنافسية عالية بسبب علو درجة الحرارة، والسبب الآخر قربها من مطار الملك علياء الدولي. هذا الموقع لا يبعد سوى 3 إلى 4 كيلومتر جنوب مطار الملك علياء الدولي، وبالتالي في حال استكمال المخطط الشمولي لاستثمار هذه المياه كمياه علاجية طبية سياحية من قبل وزارة المياه والري والمؤسسات الوطنية المعنية الأخرى مثل وزارة السياحة ومؤسسة تشجيع الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، أعتقد أن هذا الموقع سيصبح معلما وطنيا للسياحة العلاجية، وسيقوم بجلب استثمارات سياحية وجلب سياح أجانب لهذه المنطقة بشكل كبير. تختلف هذه المياه كما ذكرت بأنها قريبة من مطار الملك علي، وبالتالي الوصول إليها سهل جدا وميسر إن شاء الله. البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق متوفرة وتحتاج إلى بعض الأعمال البسيطة. درجة الحرارة أيضا العالية تميز هذا الموقع عن غيره من المواقع، ولا نريد أن نقلل من أهمية المواقع الأخرى، ولكن هذا الموقع يعمل جنبا إلى جنب مع المواقع الأخرى، ويجعل القيمة المضافة من السياحة العلاجية بالأردن بشكل عام أكبر ما يكون وأفضل ما يكون. ويمكن استغلال مياه هذا البئر لأغراض المنتجات السياحية والعلاجية واستخدام الحرارة الكامنة بها، بما في ذلك أثر إيجابي في جذب للاستثمار وخلق فرص للعمل. من منطقة السيفية في لواء الجيزة جنوب العاصمة عمان، محمد الفايز، الحقيقة الدولية.